شهدت القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة وجامعة طنطا في قرية برما مركز طنطا فحص 1192 مواطنا، فضلا عن زراعة 50 شجرة زيتون مثمرة بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة 100 مليون شجرة ومحو أمية 8 مواطنين. ومن جهته أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا حرص الجامعة على توجيه القافلة الطبية الشاملة لخدمة القرى الأكثر احتياجا داخل محافظة الغربية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان لدعم دور الجامعة في خدمة المجتمع وتعزيزا لمؤشرة التنمية المستدامة وتحقيقا لمستهدفات رؤية مصر 2030.